دلوقتي استراتيجية حمل الغسيل تكوين الجو. طيب اتفضلي اقرأي لي الأول كل حاجة عليها إيه يا حنان؟ تقفي وسط الطريق في لا. يبقى عايزة هنا أكون جملة، كوني لي جملة يا حنان هتبقى إيه؟ هي لا دي هتبقى الأول؟ تمام. طب قولي لي الجملة شفوي قبل ما ترتبي الغسيل. لا تقفي وسط الطريق في وسط الطريق. برافو عليكي يا حنان، يلا بقى رتبيها بسرعة. برافو عليكي. لا تقفي كملي. لا تقفي في. تمام شديها يا حنان. ايوه كده الدبوسه اهو. احسنتي برافو عليك. بنروح لا هناك يا حنان دي في النص. هي بس عشان الدبابيس بتقع فهي حنان خلاص رتبت الغسيل. لا تقفي في وسط الطريق. تمام بصي لي بقى يا حنان يبقى اسمها ايه الجمله يا حنان؟ نسمع لها تحيه كبيره.